بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. حياكم الله تعالى وعدنا لكم من جديد مع سلسله دروسنا في الفقه الحنبلي، وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله تعالى في متنه اخصر المختصرات الى قوله: وان كان على الميت نذر من حج او صوم او صلاه ونحوها سن لولي قضاؤه، ومع تركه يجب لا مباشره ولي. طبعا هذه المسألة هي آخر مسألة، وهذه الجزئية من المتن هي آخر جزئية من كتاب صيام الفريضة. صيام الفريضة بعده عندنا كتابين، كتاب صيام التطوع وعندنا كتاب الاعتكاف. ولعلنا إن شاء الله سنأخذ، بما أننا دخلنا في العشر الأواخر من شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، لعلنا نبتدئ بكتاب الاعتكاف، نقدم كتاب الاعتكاف ونرجع كتاب صيام التطوع إلى ما بعد الاعتكاف. وكلا الكتابين صغيرين جدا، لعلنا نأخذهما يعني في خمسة دروس أو إلى يعني تقريبا إلى سبع دروس بالكثير، فنسأل الله التوفيق والسداد. الآن نأخذ شرح هذه الجزئية من المتن، وهذه الجزئية تتعلق بمسألة مهمة وهي الحكم لو كان على الميت نذر. بالنسبة للنذر، النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه، فهنا يجب عليه قضاءه. لكن في حال الموت، إذا مات الإنسان قبل أن يقضي نذره، فماذا عليه؟ كما ذكر هنا سنة لولي قضاؤه، سنة لولي قضاؤه. الآن سنتعرف أكثر على هذا المتن وما فيه. قالوا: إن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوه. يعني مثلا عندنا الحج، مسألة الحج، الإنسان نذر على نفسه أن يحج فما استطاع الحج أو منعه مانع فمات هذا الإنسان، فهنا يسن لولي قضاؤه، يعني يسن لأحد أقاربه أن يقضي عنه. قال: لو نذر الحج فمات، فهنا يسن لوليه أن يقضي عنه. الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، طبعا أنا اجتزأت النص لأنه المكان لم يكفي عندي، فأنا مع أنه كان عندي هنا مساحة لكن لم أستغلها جيدا، فاضطررت إلى أن أجتزئ من النص. قال أن امرأة جاءت من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ هنا الآن السائلة هذه المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفأحج عنها؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها. ثم استشهد بشاهد وهو الدين، موضوع الدين. قال: أرأيت لو كان على أمك دين، على أمك دين، أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا نص الحديث، والحديث في صحيح البخاري. فهنا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة أن تحج عن أمها. قال هنا: أو صوم. وإذا نذر الإنسان على نفسه الصيام فمات قبل أن يعني يصوم، فكما ذكرنا أيضا يسن لوليه أن يصوم عنه. فالدليل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثم قال هنا طبعا هذه: أو صلاة ونحوها. طبعا هذا يقاس على الحج والصوم ويقاس على الأدلة الواردة، فأيضا هذه كلها يسن لولي قضاؤه. قال: ومع تركة يجب. ومع تركة يجب، يعني الميت هذا الذي نذر على نفسه يعني يتوجب أن يخرج من تركته، وإما أن يباشر الولي قضاء هذا النذر، أو أنه يعني يستأجر، يعني يسن له أن يستأجر رجلا ويقضي عنه هذا النذر، كما يفعل الآن، يعني الغالب يكون في الحج. وفي الصيام هذا نادر، وحتى في الصلاة، يعني مثلا الإنسان نذر على نفسه أن يصلي 40 ركعة، إذا فعل شيء مثلا أو حصل شيء، فحصل هذا الشيء لكنه لم يصوم، فيصح له أن يستأجر أو يصلي عنه، فيصح له أن يستأجر شخص ويصلي عنه هذه 40 ركعة. والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.